لكن ما هي افتح عمل بس شنقدر راسي أسد من أسود السنة في مدينة القصير، الشهيد البطل محمد خالد منصور. الله أكبر. الملقب أبو عيون. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. أيها الجزار، اقتل ما شئت، دمر ما شئت، افعل ما شئت، إننا مستمرون على هذه المسيرة. إننا نطالب الحرية، لا نطالب الشيء بغير الحرية. قتلت الشجر، قتلت الحجر، دمرت البشر. إلى متى؟ لا متى أيها الظالم ستستمر؟ إن هذه الأكفان وهذه الأجسام التي موجودة عليها هي أسود من أسود الله، هي أسود من أهل السنة. فاقتل ما شئ، دمر ما شئ، إننا بإذن الله مستمرون على درب الحرية، والنصر قريب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.